بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى على المنبر وقال: انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحليه الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام منبر كأيود الاستاجي كنت كذي وحنا يجي وحان سدا ويلي إن إجبرتان. واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نطبق صفة الصلاة الآن حتى نتعين زوجيا. نعم. النبي قام كذين عليه الصلاة والسلام درتاد أيين وسداني وطبق الناقب وتكني عليه الصلاة والسلام. قبل أن يأتي إلى الصلاة، قبل الصلاة لابد من الإتيام بشروط الصلاة. أنت آن صلاة قلن وحلق مارمان إن شروط الصلاة لا يستره. وقد تقدم معنا لا يشمل. وإن الصو لما يسترني لما أقول إن اللابو خميسك. في سكينة. حسي حسلوني ولقد كان إياه. نعم. وقوفا المصلي في الصلاة الرجلين تكون على امتداد البدن. ان اسوغو كو تاغان لبديسا لغوت و هو استاغيا استاغ او معناها توسن، يعني لابد ان تكون الرجلين على استقامه البدن، وان لغوه اي كو توسنادان استاغيدا جيركا لا توسن الرجلين الى بعض ولا يفرج على استقامه البدن. لغوا لبا لبا لغوت ادنا وما كلا غينيو اسمنا دوينيو و هو كو هاغاجينيا جيركا او دن، وينظر الى استقامه البدن من هنا من الخارج القدم. تصنانتا شركه وحو كفيرين يا قمدها. الاصل ان يصلي الى الستره يتقدم الى الصفوف الاولى. سيدا اصل كوحويان وان او ستره حقي اذا اوت كذا. نعم. ينظر دائما النظر يكون الى موضع السجود، لا يلتفت، لان الالتفات اليسير مكروه والكثير محرم وقد تكون الصلاه باطله. وحو إيجي يا هلك أو كوس تشود يو دغدغا غيرنا وشي مكروه كم بدلنا صلاة يوديبو كينيا. لابد من القيام. وين الروح يستغنى في صلاة الفريضة. صلاة واجبك. نعم. الآن بعد أن قام يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. كدي مركو استاغي صلاة حلنا يا وحنا أرنا يا الله أكبر أو كم إذا ركنية أما تيرك صلاة. يرفع اليدين مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين. لماذا قعمود بكرو قاضي يا يقو سايس يقول دقن وحو لسم يا قربه ساس أما وحو لسم يا عرجو هالك عدكتا. نعم، حذو الأذنين أو المنكبين دون أن يمس شحمة الأذنين، خطأ أن يمس شحمة الأذنين. ما قبنا يو عرجو ذا ما قبنا يو لكن وحو لسم يا أمفرها. أو أن يفرج بين الأصابع، هذا خطأ. إنه ساوك لكي فرح الله مرة وخلد. أو يرفع اليدين فوق الرأس. أما مضح إنه كسر مريا وخلد. ثم بعد أن يكبر يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى واللصق والساعد، يعني على هذا المفصل هنا يضع الباطن هكذا وضعا على صدره. قعنتي سميذك أيا وحو كف كذا قذاه شاس على عشاء أيود الصاريا ماشان عما إمتى لو يقانو يساود الصاريا. نعم. على صدر. يعني وضع هكذا على صدري. سيدا وشيخ صمينا يو سيدا وي. أو يقبض هكذا قبض. أما هو قبنا يا قبشو. ويضعها على صدري. وحصار يا حمد كركيسة. الآن يقول استحبابا دعاء الاستفتاح. إن وحو هذا مركو حد يكذبنا وحو أخرنا يا دعاء لو يقانو دعاء الاستفتاح. بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحي النبي قصر عليه الصلاة والسلام حقيسة. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. دعاكم إذا دعويك نعم سلم قصر وري شيق مد وأخرني وكلب يروح أخرنا يا. نعم. ثم بعد هذا يستعيد يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب وأعوذ بالله سريا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك واخينا يا. ويقرأ الفاتحة كاملة. سورة الفاتحة ولا ما يستلم واخينا يا. ثم بعد هذا يقرأ ما تيسر من القرآن. أنت كذب وحو أخينا يا وحي أفضل القرآن كحقيسة. آية فأكثر.
آيدي وحكا بدنبا نعم لا يستعيد تكفير استعاذة الأولى استعاذة ذي هرمو يعني استعاذة كلمسو علي ليو لكن إن أراد أن يقرأ من أول أي سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مثلا هدي دون سورة بلو قدين وآخرية بسم الله وآخرية كراب نعم ثم بعد هذا يرفع يديه كما رفع في تكبيرة الإحرام حذو المذنين كذبنا المنكبين قائلا الله أكبر كذبنا مركا فاتح هذه الصورة يا معيد ودميبة قعميه سكر وقاضيا قربها ميل لسيمان أما دمها عرضه ميل لسيمان بقرسين يا وحورنا يا الله أكبر يقبض على ركبتين وحوقبنا يا لبدة شلبي ويمد يمد المرفقين لبدة حصلنا وتاجيا يقبض على ركبتين ويمد المرفقين لا يثنيهما وحوقبنا يا لبدة شلبا حصلنا ويجعل وتاجيا الظهر على استقامة واحدة مع الرأس وإن دبرك أي مدح السنة شو إسلاك هذا؟ إذا ثنى المرفقين هنا إن ثنى الظهر. حضور لابو لبدا حصول دبرك نوى لابا يا. بعض الناس يضع على الساقين. ذاتك قاركي ردو مدي قعمها هو قبطان. أو يقبض على الفخذين. أما تشيل بوديه هو قبطان. أو يثني المرفقين لا يثني. أما وحو لابا يا لبدا حصول بوسيدا لي هاي. نعم ولا يطقطق الرأس ولا يرفع. مدح هوس مرة رعينا يكرنا ما أدينا يو. يجعل على استقامة واحدة مع الظهر إن دبر قائلسن ماذا قلسن هذا يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم هل مر أو واجب نما أي أرانا يا سبحان ربي العظيم ويستحب أن استحب له أن يزيد بما ورد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوحا قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وحلو صنين يا هل كامر وحكبد إنه دعي سنكره نعم ثم بعد هذا بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده مركه وقصه كعي الركوع واعتدال كوسعده قعمه كر لقاده اسقو رنيا سمع الله لمن حمده قبل ان يعتدل انت ان الروح استاقي اعتدال كلا ايمن يعني هنا الان يقول سمع الله لمن حمده فاستقام هنا يقول ربنا ولك الحمد مركه وسوسو كعي رنيا سمع الله لمن حمده مركه توسناده ورنيا ربنا ولك الحمد كثير من الناس يقول سمع الله لمن حمده اذا استقام هنا هذا خطا ددك ان بدنو كميده سمع الله وحي رنيا يغو تاغن وانا خلق نعم ثم يقول استحب له ان يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كذبنا وحو اخرنيا اذكارتا انت كو كهدي ثم بعد هذا يقول الله اكبر بدون رفع اليدين ويسجد كذبنا سجود ور حقيقة هذا يا سون قعميس الرافعين قرو قادن نعم وضع الرجلين لابد أصابع الرجلين باطن أصابع الرجلين تكون على الأرض ويرش عقبين وإن فرها على وش وضع أي محوها يو رلك سدا أو قبطان ويضم الأصابع ويجعلها متجهة جهة القبلة حذو الأذنين أو المنكبين قعمها فرها أذن وينو سائس أو قبطاء وحق قبلة قابل سيا أي نعم طيب لابد أن يجافي بين أشياء ثلاثة يباعد بين أشياء ثلاثة سدح شيء بوك لقيني بين الساق والفخذ وحوك لقيني يا بوديدا يمحو هاي ردنك والبطن والفخذ على وشا يمحو هاي بوديدا والإبط هنا كل كلها هو كلقيني يعني لا ينضم اسكما دتشين يوم يعني لا ينضم هكذا نعم أو نعم خطأ سيدان وخالد وإيقابا نعم قدم قدم نعم بعض الناس يضع رجليه هكذا أصابع رجليه هذا خطأ ذاتك قاركي سيدا سيفره هذا يلان وأنا خالد بويلي أو يرفعهما أما كربه قاضيا أو يضع واحدة فوق الأخرى أما هو يصدر ساريا هذا لا يصح أو يضع المرفقين على الأرض أما رده يعني حصول الذي يقول لك يا نعم هذه كل أخطاء في الركوع أو لا يضع الأنف على الأرض الأنف؟ الأنف لا يضع الأرض يرفع عن الأرض أوكي قاركودنا سنكر لك مردقان أو كربي وقادان يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا واجب نمو هل مربوح ورانا يا سبحان ربي الأعلى ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنت أكبر يا نوال الله سنيني ثم يقول الله أكبر ويجلس كذب لو وراني الله اكبر وفرسنا يا يجعل الرجل اليمنى
هنا عن الجانب الأيمن لغة المدد لنا عمدد بويلة يا يضو وباط الأصابع اليمنى على الأرض لأن فرها على شهدونا كل كوكوكا بنايا وأصابع اليمنى إلى القبلة فرها مدكتنا حقق الذي قابل إياه ويفرش اليسرى ويجلس عليها تم بدحنا وقوقليا ونقو فريسانيا هذا في كل جلسات الصلاة فرديد الصلاة ونقابك صلى الله فريستا نعم ويضع أطراف الأصابع عند نهاية الفخذ ومبتدأ الركبة فرها قعمها وحوديقا يا ماشا قدام بيسا بوديدا هي ماشا وكبل أبنا يتشلبها نعم يقول هنا رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا واجبني ما روح ورانا يا هل مرة بيغفر لي ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كبر يانا والله سنين يا نعم ثم بعد هذا يسجد يقول الله أكبر يسجد السجدة الثانية كذبنا وسجود يسوى تكبيرتين سجد اللبات ثم بعد هذا الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثانية وتكبير سنة يا وحو استاغ يا ركعة اللبات نعم يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى ركعات اللباد وحكو السمين يا وحكو السمين ركعات الكوبات يبسمل يقرأ الفاتحة بسنكو آخر سنة يا فاتحنا وآخرنا يا ويستحب لهم أن يقرأ بما تيسر من القرآن وحاصلنا وإن وآخر يا وحي القرآن ويقانه ثم يرفع يديه يكبر ويركع كذب أن قعموا ورفعنا يا هلكي وقيني يبوقيني يا وكبارنا يا نعم ثم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله أخينا يا مركو سوته سيو كذبنا ربنا لك الحمد لك اعتداله ثم يسجد كذبنا وسجوده يا ثم يرفع وصوكر نقنا يا ثم يسجد هدنا وسجوده يا ثم يجلس وفريسنا يا نعم الآن هنا يتشهد نعم هذا وأطعيات سنة يا يحلق بإصبعين يشير بهما يحركهما نعم فرتنا أو مردسنا وإشارة يا سانا وهو تحليقنا يا سول كأي محوه أي فرتك وحكتا لا و... نعم أي نعم أيوة كذبنا وتحريكنا يا رغاتنا يا طيب الآن يقرأ التشهد وهو هذا أخينا يا فاتح يعني أتعياتك وجوبا واجب واجب وي. إلا إذا كانت الصلاة لماذا فعل يا أحباب إذا كانت الصلاة ثنائية والله فهذه هذا التشهد ركن من أركان الصلاة. هذه الصلاة هذه الصلاة أي تهي صلاة لبرق عوكلية التحيات كني وتير كم يده تيرش الصلاة ده. وإذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء يكون هذا التشهد واجب. هذه الصلاة تهي سد حرق عضو سد مغرب عوكلة أفر عشاء عوكلة. التحيات كانوا يقولون قرية واجب. نعم. يتشهد. وتحيات ثانية. يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. النبي قال أيوك صلني عليه الصلاة والسلام صلاة إبراهيمية. ثم يستعيذ بالله من أربع. الله أفر شيء كما قال يا سبحانه وتعالى. من عذاب جهنم. عذابك جهنم. عذاب القبر. عذابك قبر. من فتنة المحيا والممات. في نذا غير ذي نلاشة ومن فتنة المسيح الدجال إيه في نذا المسيح الدجال ثم يستحب له أن يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بدعة النبي عليه الصلاة والسلام كذب وحى الله سمين يا دعاء إساق ودوني لكن وحى في عن دعانا السلام إنه كدو عيسته قصوا نعم ثم يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله برأسي فقط كذبنا لنا عميدك بو إساق ومدحي سأم وريتشينا يا ورانا يا السلام عليكم ورحمة الله ثم السلام عليكم ورحمة الله كذبنا لنا كبير بوصلة نقصنا يا هناك من الناس من يلتفت بمنكبي وهذا خطأ يعني يسلم هكذا هذا خطأ هذا التسليم خطأ دادك واحد شراء قاركوت مركي ورانا يا السلام عليكم قرب كده وريتشينا يا سيدان نعم أو مركوا خالد بوي أو يطاق يا الرأس أما إنه ماذا حسأ ورار عيون؟ نعم أو يضرب على الفخذين. أما إنه تلبيها كالقراعة؟ نعم. فإذا سلم الآن يأتي بالأذكار الواردة إذا كانت هذه صلاة فريضة. كدي مركو صلاة دقبح وحول الله من هي أذكارتي معروف كاهيد هذه صلاة واجب تاعي. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم إلى الثالثة. هذه صلاة تاعي مد اللبا سدح أما أفر أي تاي وحو استغيا ركعة ذي كلام نعم وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الأخير يتوضأ هذه الصلاة تهي رباعية أما ثلاث مغرب كإعشاء وكلام
فديغو هو بدلميا او waxa weey baridii buu ku fariisanaya hader naam lugta bidixna intu hoos buu kasoo galantay midigna waa istaajinaya naam عندنا صفات هذه صفه من الصفات واتلمات المعلومه كم اذا تني نعم عندنا اخطاء في الجلوس من الناس من يجلس هكذا waxa jira qaab fadhiga qaab khaldan ba jira dad ba saa u fariista aw yajlis ala rijlay naam awa labada lugood buu ku fariisanaya aw yaj'al ala rijlay min al kharij wa yajlis ama labada lugood intu kala bixiyo wuxuu ku fariisanaya baridi naam hadhihi kulla akhta fi as salaah wa khaladat salaada lugu sameeyo fa an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal sallu kama ra'aytumuni usalli اجلس نبي النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اوتو كذا صادركتان اوتو غنيا فنحن الان يعني الغرض من هذا الان الاخر يصلي امامكم حتى نطبق صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد انو كلنا هوشني واخ ويان انو ارغنو سدا ولالكا او دبقيو صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عندنا بعض المسائل اختلف فيها العلماء اكثر نذا مسائل شقار كود علماء واسو خلافين هل ينزل على اليدين او على الركبتين مركا او صعد سجودا ما وحو دجينيا لبدا غعمود بو هرمرينيا مثل لبدا جلبو يبحث في هذه المساله عن امام يثق بديني وعلمي واخذ بقولي مساله ذا وحو كبارايا امام او امدا لو كلسون هي اي كد نقولكي سو قادنيا نعم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وياكم